أنا باك ميلود ميلود فاتح فاتح ميلود فاتح ميلود فاتح ميلود. شنو كنتي سمعنا أنك كنتي في العسكر كنتي كذا في المسيرة؟ لا العسكر لا كنت في المسيرة داون المسيرة هاي كنتي في المسيرة ها المالي ها المالي حسن الثانية صبرتي أنا. كيفاش داس الأجواء ديال المسيرة؟ شوية الله داس بين وبين بخير بخير. يعني كسرت المسيرة فين؟ شنو عطاوكم شي وسام؟ عطاونا وسام هذا جناه صيفطونا الفاس جناه هذا من فاس هاد لاكارت مشينا حتى الفاس جناه وغار والله ما داروا معنا حتى حاجه صحيح والو ولدي. كيف تعيش بوا دابا؟ العيشه ها العيشه ديالي لا لا نتريت لا والو جود الله هذا راه يعرفنا من قادم العاشر ها يعني انت من الناس اللي حرروا البلاد جابوا الاستقلال للبلاد وما خديتي والو. والو ما خدينا والو ما جينا حتى حاجه والو. با ميلود دابا عايش في السكن العشوائي عايش في كاريان انت والعائله ديالك كيفاش كتعيش كيفاش كت لا لا كيف ما سمعنا انك انت مسلم ان شاء الله شبيعت مسلم والله الا مسلم حق الله الا مسلم من ناكل اللي بعت ثلاثه الموالي شات ناكل ما شات سما نهار بالله. كيما دابا انت راجل كبير ما تقدرش تدور الصناقه في لا والو لا والو والو ما ما عندي فين تحرك قليل صحة. شنو عندك ديال الوليدات؟ وعندي الصغير دوك عندي واحد هنا اخرين بعدهم كلهم. انت اللي كتصرف على العائلة دابا؟ صافي الغالب المجتمع كان من يجيب. دابا بو ميلود تقدو مع العائلة ديالك الثانيين في غاربة شنو الرسالة اللي بغيتي توجه لهم؟ نطلب ربي يشوف فينا من وجه الله الحق وجه الله الغالب الله. يعني شنو نوع المساعدات اللي بغيتي بو ميلود؟ بغيت يشوف فينا وصافي عاونونا في وجه الله لا اقل ولا اكثر باش ما كان بس لا قسم الله السكنه راه والو السكنه راه ساكنه بدق على سبيش راه سير تشوف غيرك تعرف المحل سير لي سبيت تا والوليدات صافي الدري يرقد هنا وانا نرقد انا والمراه هنا بيت واحد ساكنين فيه كلكم صافي والو واحد لا اله الا الله فارا من اللي طوالة احنا شارينا من عدو لك حيث شحال هذا بوميلو ما كاينش لك يعقل عليك اللي يجيبك في طرف ديال الخوف وطلب سي والله لما نتجتا والله ما كاين اللي يجيبها ولدي والله ما كاين والله ما كاين اللي يعتقني ايه واخا كبرتي واخا كبرت واخا قعدت واخا اما النودة بزز نمشي للمرتي نجيبها شوية وتجي كيعطيوك القفة ديال رمضان كيعاونوك في رمضان ولا والو لا لا كتوصلك حتى مساعد مرة وحدة ملي كان هذاك كان الوباء اللي مات اسمه العمراني ولا اسمه ماشي واحد ماشي عطاوك مرة واحدة في حياتك حياتي كاملة من نهار خلقت ما عمري شفت شي حاجة والو ما عاونوا الناس حاجة ماشي معايا شنو ما كيعاونوكمش بالخوف هذيك يا اخي والو طلو ما عمرو عاونونا بشي حاجة وميلو دابا الا حيدوكم نتوما من هنا فين غتعيش الا قالوا لك عطينا مثلا 10 مليون ديال الاستفاده ولا 5 مليون ديال الاستفاده فين غتمشي انت؟ ما عندي ما نعطيهم والو لا 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 انت راجل كبير فين غتعيش؟ ايوا خاصكم تشوفوا كل شيء داك الشيء راك تشوف راكم عارفين كل شيء شنو تبغي تقول للناس المغاربه الناس اللي كيشوفوك من هذا المنبر شنو تبغي تقول لهم فاش يعاونوك فاش يساعدوك؟ يعاونونا باش ما قسم الله اللي عطى الله يعاونونا باش تكونوا مع وليداتنا. فميلو دابا انت خدام هنا شحال كتدخل تقريبا في المغرب؟ لا والو اسكت والله القسم لازم والله العظيم 10 دراهم تدخل كناكلوا من دوك الفرنكات اللي كنبيعوا
لا طول مالهم فلوسهم اللي شاهدت ناكلهم اللي شاهدت نبركوا بلاش تبقى عايشة بالكريد قهرت يا بطمين تعدينا القهرة قاع كون جبرنا ما عرف فين زيد ما خلينا فين فينا بميلود محسيش براسك تحقرتي في البلاد والله لا تحق تظلمنا بس من الحالة ضعيفة ما كايش 72 سنة الدريد لا مدخول لا والو لا والو لا الدريد والو ما كايش زياد 47 راه 72 ولا 74 هي شوف واش قال تقول الناس المسؤولين يشكوا من حالك يعاونوك شوفوا يشوفوا من حالنا عاونونا حتى هما عاونونا بكليبات وصار الله يرجع على ولدي اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة